I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. صباح النور البنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير يعني؟ كدير مع الصحيحة؟ كدير مع هادشي اللي واقع كدايرين؟ المهم البنات، البارح لحقت لكم فيديو، سمحوا لي ما شرحتش لكم الموضوع مزيان. دابا المهم اليوم صورت واحد الفيديو، قلت ان شاء الله نشرح لكم الموضوع. دابا البنات انا المهم راه جي شدوه في الحبس، دابا ماشي شدوه شدوه ما عرفت كيفاش نوصل لكم اليوم. واش غيطلقوا واش ما غاديش يطلقوا؟ الله اعلم. هو راه كيبغي يسترزق الله، وداكشي راكم عارفين كذا، وكرسوا الحمار ديالو بحال بحال ناس كذا، ويسترزق بهم الله و... وشدو عادي، كيبغي يقتل خبز كرم، كيبغي شحال من حاجه راكم عارفين اللي كاين. واش الدو غادي ممنوع؟ واش هو زعما خصو يعمر فيها شي حاجه ويمشي فشي بلاصه يبقى مستقر فيها، ماشي يبقى يدور فيها هكا. ودابا شدو، ودعيو معايا خوت، دعيو معايا انه يطلق سراحو، يا غيطلقو يا غيشدو. المهم اليوم حيت قالوا لي البنات دخلوا عندي، الصراحه نتمنى اليوتيوب هاد البنات هزن مرتي ودخلوا كي 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 زعما بغينا نعرفوا شنو واقع وكذا. المهم قالوا لي هادوني الا كان بحال هكا سميتو راه هي 48 ساعه القليله غادي تلقوه ان شاء الله، راه يبقى 48 ساعه غيخرجوه بحاله وصافي. هذا ما كان البنات، وصورت لكم واحد الفيديوهات اللي نتمنى انه يعجبكم. نط بزز جاهدت على نفسي ونط ضروري، خاصني نطيب لبنتي ما تاكل، خاصني نكون مراه وقاده، ماشي حيت راجلي ما كاينش غادي نبرك ونخلي بنتي بالجوع ولا شي حاجه. نط وتحارب، راكم غتشوفوا الفيديو. واخا البارحه ملي كنت جايه في الطريق نعاود لكم واحد القضيه وقعت ليا، وديروا بالكم البنات مزيان مزيان مزيان. انا كنحذركم بان راه ولاو شفاره على اساس انهم سائقين ديال طاكسي. راه ماشي غادي نقول لكم كاع السائقين ديال طاكسي لا كاين، ولكن البنات حنا البارح انا وصاحبتي طحنا في واحد الشفار داين طاكسي كيشفروا به. غنوريكم وين، ما عرفتش غتبان لكم. المهم درت البارح البنات كسيده، ها نتوما، وصاحبتي دارت كسيده. دابا صيفط لكم فوطو ديال صاحبتي الا بغات نديرو تاو. درنا كسيده البارح البنات، نعاودش لكم. ركبنا، انا ما عقتش بهم، انا تليفوني راه على قد الحال، ولكن راه طلعوا فيه شافوني هزات زيطان صغير وشافوا التليفون. ركبنا قلنا لهم سيدي كنا عند راجلي في سميتو في اناسي وغنشد الطاكسي سيدي مومن. المهم ركبنا بحال هكذا، تخيلوا باش عرفنا مشفاره واش كاين شي سائق طاكسي مركب حدا عرام ديال الناس، ومالله مركب معاه عرام ديال الدراري كلهم شمكاره. حنا ما عرفناش ملي ركبنا بحال هكا، قالت لي صاحبتي دنيا تليفون خزني. قلت لها كيفاش؟ شويه قالت لي دنيا شفاره. قلت لها باش عرفتيها؟ والمشكله ما كانتش معايا بنتي، وصاحبتي كان معاها ولدها حفظها الله فضلها. عرفتي الدري، عرفتي تلاحينا من الطاكسي عندنا، تخيل شي كتشوف الافلام، تلاحينا من الطاكسي حلت لها بويا تلاح وتلاحيت معاها. الدري ربي اللي حفظ داك الدري الصراحه، مسكين الله عنده 3 سنين ربي اللي حفظه فضلنا. المهم البارحه البنات داز عندي نهار طويل، راكم عارفين مع الصباح شد ليا راجلي في العشيه مشيت نشوفو وكدا الشفاره. المهم النهار داز حافل بالمفاجات. قلت لكم البنات حضيو راسكم، راه كتكوني خصك الطاكسي تعرفي كيفاش تشدي. دابا الطاكسي شويه تخافي انك تركبي فيهم، الوحده بغات تركب شي طاكسي تعرف فين مع من تركب وتسول وتشوف لك انا مع العيالات او لا. حيت راه صافي انا من اليوم غندير اتونسيون من الطاكسيات، اللي كنخاف بزاف وقع ليا البارح ما نعاودش لكم فخذي. ما نقدرش نصور لكم. المهم انا لقيت كيفاش غنصور لكم واحد لابارتي من رجلي ونديرها لكم ان شاء الله في المينياتور باش تعرفوا القضيه كلها. عرفتي راه ما نعاودش لكم البنات، راه الصراحه قلت غندير هذا الفيديو حتى هو غنصحكم نصيحه، مابقاش الثقه تبغوا تركبوا في طاكسي الف مره عرفوا مع من تركبوا. راه البارح ركبنا مع شفاره كانوا غيقتلونا وكانوا غيديو داكشي اللي عندنا، واخا ما عنديش شي حاجه وين كانوا هما كنت غادي نخرج على راسي غنصحوا ما عندي شي حاجه اللي مهم ما غادي يبغيو يديو عليا، وانا راه ما عندي غير الله سبحانه وتعالى. المهم البنات ما تنساوش انا الفيديو اللي عجبكم ديروا لي لايك ديالكم وسبسكرايب سميتو. المهم فعلوا الجرس وديك ديك اللعبه الحمراء ديروا ليها ديروا لها تفعيل الجرس، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع اصحابكم مع العزيز عليكم وراكم عزاز وغاليين، وتهلاو في راسكم وشي دعيوه ان شاء الله الراجل باش يخرج ليا. راه ما كاينش اللي يوقف معايا وما كاينش اللي مشى راجلي. المهم كان مسكين في النهار كيجيك 20 درهم واخا تجيبي باش تجيبي شويه 10 درهم ديال الدجاج وشويه الخضره. دابا الا مشى شكون اللي غادي يخلص لك الكره؟ هاد البلاصه اللي انا ساكنه فيها راه ماشي تقولي الزنقه راه كنخلص الكره 6000 اللي كنخلصي الكره في هاد البلاصه. نتمناكم انكم ما تتخلاوش عليا بالدعوات ديالكم وتضامنوا معايا ان شاء الله،
وتبارطاجي الفيديوهات ديالي. وواحد الكلمه اخرى نقول ليوسف الزاوي، خويا الله يطلق سراحك، راه ما نبغيوهاش العدونا، راه واخا ما حتى شي كل واحد دار لينا راه ما نبغيوهاش العدونا. اليوم راهم دايرين وقفه في المحكمه، الله يشوف من حالك اخويا، والله الله يطلق سراحك يوسف الزروالي خويا، والله يطلقك لوالديك، ولا عندك ولا كنتي مزوج الله يطلقك لوليداتك ان شاء الله. واخا كاع تكون داير شي حاجه في حياتك، المسامح كريم وربي كبير. السلام عليكم البنات، المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. المهم البنات كنشكركم كاملين كاع اللي سولتو فيا ودخلتو عندي الواتساب. المهم سولتو فيا وقلتو لي المهم شنو كاين اللي ما فهمتش القضيه، كاين اللي ما فهمتش القصه، كاين اللي قالت لي كيسحابه واش مريض، قالت لي الله يشافيه. البنات انا راجلي ماشي مريض، انا راجلي عنده كرسوف مع حاشاكم وكيبقى يخرج يدور يجمع بهم الخبز كريم وداكشي، وكان داز بحال هكا وتعاقل مع واحد البوليسي قال لي ما تبقاش تطول وداكشي صافي، وراكم عارفين هذا جبد شد ليا نقطع عليه الله يهدي محمق وصافي صافي. وشدوه البارح مع 9 ديال الصباح والحاله ومشيت تبعته، راكم عارفين البوليس ما كيعطيوكش راس الخيط، ما عرفتش كنسولو قال لي ما عرفتش، طلعت الاناسي عاود تهوت البنات والله العظيم الى العذاب ما عاودتش ليكم، راني العذاب ربي اللي عارف بيا وصافي. وقلت واخا هكداك ما نبقاش بلاش نوض نجمع عليا الروينه هادي، شت راسي هادشي عندي مرون، ونوض ندير لبنتي شي غدا ولا شي حاجه. قلت ما بقاش الدنيا باركه وبنتي كتشوف ومبقى نرد الهم قدامها وتبقى تشوف فيا وداكشي، قلت ضروري خصني نجمع الروينه شويه. وواحد الفريخات مساكن شحال هادي ما بقيت شربتهم الماء، قلت نشربهم، شفت القريعه ديالهم خاويه ديال الماء، مشيت عمرت عليهم وجيت عطيت عليهم باش يشربوا مساكن، هملتهم الصراحه خصني ما نهملهمش، ومع المشاكل داكشي هملتهم. ايوا صافي البنات هذا ما كان الصراحه، دازت عليا البارح وما نعستش وفقت بكري تاني، والصباح تاني فقت. المهم يلا رجعت البنات من المحكمه سولت ما كاينش، قلت لكم البنات مشيت سولت عليه في المحكمه ما لقيتوش، والله العظيم الا مشيت على رجليا كانوا عندي شي فلوس ديال الطاكسي صافي، راه داكشي اللي كنبقى عندي خسرته في الطاكسي. اليوم مشيت على الطاكسي وجيت جاي على رجلي من عين السبع في المحكمه، قال لك ما كاينش. ودابا البنات المهم هذا الفيديو هذا درت لكم غير باش ما نبقاش غابره عليكم وصافي، المهم ضروري قلت نوض ندير شي حاجه ما نبقاش باركه، راه الا جينا نتبعوا المشاكل راه ما غيساليوش. لا هما نوض جمعت هذه البلاصه هذه فين كننعس بالليل، وكنت يلاه فطرت. المهم فطرنا درت شي بريد ديال اتاي شويه ديال الخبز شويه الكوفيت داكشي اللي موجود وصافي، ما كلفتش على راسي اللي عندي راه كنقضي بها وصافي البنات. وداك الخبز اللي كان باقي راه فطرنا به، داك ديال الدار اللي كان عجن راه بقى بلي شويه، فطرت به سخنته فطرت به وصافي. قلت نجمع نطرف هذا الشيء ونشطب الحصيره والمانطا خرجت تشمش ليا برا شويه، راكم عارفين كيتفرش ليا فوق الخبز وداك الشيء، خرجت شويه تشمش ليا برا ما عرفت مالي البنات والله العظيم طونسي وطيح ليا ما عرفت شناهو. المهم البنات قلت لكم غنشطب دابا الحصيره ودوك الكويسات نغسلهم، نغسل دوك المعينات في الكوزينه ونصيق الطواليط حاشاكم حتى هي نفركها بشويه تيتو جافي، حيت ما بقيتش جمعت البارح صافي، بقيت مقابلات مشاكل وتمارة صافي البنات. انت اللي تجي تقابل المشاكل راه ما تساليش والله، لا ساليتي بالله، تبقى يا مقابله المشاكل وصافي. ايوا هذا ما كان البنات، بقاو معنا حتى لاخر ديال الفيديو، ما تمشيو فين، نتمنىكم تبارطاجيو الفيديو ديالي وانكم تشوفوا ديروا مشاهده كامله للفيديو باش تكمل ليا ان شاء الله 4000 ساعه، وراكم عزاز وغاليين والله يفرجها عليا وعليكم ان شاء الله. والصراحه والله العظيم الا شكرا بزاف للدعوات ديالكم اللي كتوقفوا معايا وكتبقاو تساندوني وتقولي ما تخافيش راه غادي يخرج راه كذا، نتمنوا ان شاء الله ان غدا يخرج لا بغى الله. شكرا بزاف بزاف والله يجازيكم بخير، وراكم وقفتوا معايا ملي كتسولوا فيا، راه ديك الدنيا وما فيها، راه ملي الواحد ملي كيكون ما عندوش الوالدين يتيم وداك الشيء وكنلقى الاحباب اللي كيسولوا فيه وكيقولوا لي كيسقسيو فيه، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. الحمد لله ونشكر على كل حال، ما عندنا ما نديرو، هذه هي الحياه دائما فيها الخايب فيها الحلو فيها المر، ماشي دائما خاصنا ناخذو غير الحلو، دائما كاين الحلو كاين المر، ما خصناش نكونوا انا اليوم نبغيو غير الحاجه الزوينه، لا بالعكس نبغي الحاجه الزوينه ونبغي الحاجه الخايبه، جاتني الحاجه الخايبه مرحبا بها، جاتني الحاجه الزوينه مرحبا بها، باش ربي دائما كيكون عارف العباد ديالو انه قانوع من اي حاجه، اي حاجه عطاها لله الحمد لله والشكر لله. ما عندنا ما نديرو، هذا قدرنا في الدنيا، خصنا ندوزو اي حاجه في الحياه ديالنا. ايوا البنات شكرا بزاف لدعمكم، وقفتوا معايا وسولتوا عليه وكتقولوا لي مالو وكتصحابكم انه مريض، لا البنات راه ماشي مريض، راه غير هذه القضيه هذه وصافي. البنات قلت لكم راه ماشي مريض، راه غير سميتو
راه غير كان وقع لي المشكل وصافي. المهم البنات هنايا راني جمعت داك الشيء، دابا المانطا ندخلها تشمشات لي البنات. الصراحه جبتها سخونه، واصلا الشمس زوينه، الفراش والحوايج وداك الشيء. نصيحه البنات، واخا تنشفوا الحوايج ديالهم في الشميشه، راه الشميشه زوينه والله العظيم زوينه. الشميشه راه دواء، فيتامين سي. المهم فرشت ديك المانطا ديالي وصاوبت دوك المخدات ديالي، وصايبهم حتى هما ان شاء الله. ديك الطبيله حتى هي، داك الزيف عصب نتوسخ غنحيدو ان شاء الله، نصبنو كنجمع، ممكن نجمع مع الحوايج ونصبن. المهم انا واخا البنات المانطا ديالتي درت باي باي مع دوك الخيوطه وداك الشيء كيبقى لاصق في هذيك، درت باي باي ضروري درتها. ايوا صافي، هذا ما كان البنات. دابا استفى المخدات ديالي صافي، انا كل كنجمع البويت، هذه البويت ديالي كل كنجمع، راكم عارفين اللي كاين. ما شي شي حاجه راك عارفين، ضروري خصك تحيدي شي فين يجي سي صافي، راك عارفه من واحد ساكن في بلاصه ماشي ايوا البنات هنايا راني نغسل الميعنات، جمعت دابا البويت وداكشي، دابا نجي للكوزينه نكرمها، نغسل دوك الميعنات وديك الكوكوط وداك الشيء راه مرون، وني مبقاش عندي ساله. وني المهم بعدا بقى ليا باش نغسل نيت هاد المره، صافي تنديرو نعاود ناخذ ان شاء الله. المهم البنات والله العظيم الا ما عنديش الخاطر، غير ضروري خصني نلحقكم شي فيديو، كنبغي نشارك معكم اي حاجه كنديرها. ايوا صافي، هنا بغيت نشل الاوني، مابقى ما قدنيش، كندير جافيل اوني باش كنغسل الكيسان كيكونوا مزفرين، راكم عارفين الزفوريه ديال الماء وداك الشيء. هنا كندوي مع اسراء، واقيلا بغات تدخل حتى ما تدخليش. ما حداش بغاتني، عيطت ليا مشيت عندها، ما حداش بغاتني شي حاجه وطلت عليها. ايوا البنات هذا ما كان، قبلوا على ما وجد قبلوا على اختكم. اليوم غندير شويه ديال اللوبيا الغدا، الصراحه ما كاين ما يدار، وتلفت ملي كتلف بيا انا، الا تلفات بيا نهار اللي تلف بيا بنت تشوفني دايره اللوبيا ولا العدس، عرفوا راه تلفا بيا الدنيا. ملي كتلف بيا كنديرها عديسه ولا لوبيا، صافي كنقضي باللي كان وصافي، كنقضي باللي كان وصافي. البنات هذا ما كان، وعندي نقول لكم واحد القضيه البنات، عندي هاد لابوغ صغير كان تمحل، لا شفتو شي نهار شي فيديو طاحوا ليا فيه كيسان ولا شي حاجه، والله الا غير كنقضيها البنات وصافي، كنقضيها كنحيد شي فين يجي، والله العظيم العذاب وصافي. كانت تمحن الدريات بزاف بزاف، كانت تعذب، راكم عارفين اللي كاين بلاصه مضيقه. وخصك دابا انا اش كندير، ما كنغسلش الموعن كامل، لا كنغسل دابا مثلا 5 كيسان ولا 7 كيسان وكنشللهم وكنحطهم في الشبكه، وكنبدا ثاني نغسل ثاني في كيسان اخرين، باش حتى لا بابا صافي كينقص لي كيولي فيه واحد الكميه قليله، عاد تما كنبقى نغسلهم كاملين كنشلل، حيت بزاف عليا انني نغسل كلشي وبابا بو يعمر ليا، حيت لا بابا ولا عمر ليا ما عندي كندير، صغير وراكم شفتو راه كنقضيو صافي، كنحاول نقضيو صافي، كنقضيو صافي البنات حتى يحن الله ان شاء الله، كنقضيو باللي كان. ايوا هذا ما كان عاد من الروينه من البارح، داك الماء نبقاو من البارح ديال الغداء وداك الشيء، ملي شي وقع داك البلان ديال داك المشاكل صافي، ما بقى عندي خاطر حتى شي حاجه، خليت كلشي حتى دابا عاد شفت نوض دنيا، بقيت بقى دنيا انا نبقى دابا نتفكر، واللي بغاها الله اللي غتكون نوض، بعدا نحيد عليا هاد الروينه من هنايا، نحيد عليا هاد الكيسان هاد الميعات من هنايا، وندير الغداء لبنتي تلقى ما تاكل مسكينه، تقول لي فيا الجوع ما لقى ما ناكلها، وتما نفكر. والصراحه داكشي اللي البنات نيت قضيت داك قضيت هذا الشيء، غسلت الميعنات ديالي اول حاجه، درت اللوبيا ديالي ترطاب وشعلت عليها الكوكوط الدور، راكم عارفين البنات اللوبيا ما كندير فيها هنايا شويه ديال، المهم كندير فيها شويه السكينجبير، شويه التحميره، شويه الصفيره، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه الزيت، جوج ريوص ديال الثومه، شويه ديال الربيع، شويه ديال سميتو مطيش. انا كندير كلشي في الاول، ما كنخليش انا حتى نبقى نسد نعاود نحل، انا كنديرها في كلها في خاطرها وكنسد عليها، وكنخلط على خاطرها، كنقص عليها كنخلط على خاطرها، وكتجي بنينه يا البنات اللوبيا، راكم عارفين اصلا كتجي بنينه، عشان كان شي حاجه اكله مفضله عندي هي اللوبيا، كنحماق عليها، ما عنديش نقول لكم لا اللحام ولا البرقوق، انا اللوبيا شي حاجه اللي زوينه وعزيزه عليا بزاف، واحد الاكله مفضله عندي كاع. ايوا البنات هاد الوقيله غتقولوا لي كثرت انا في الهضره ولا اني اش غندير، لا هما نهضر وانا نبقى ساكته، بغيت نهضر معاكم شويه، حيت كتقولي تبقاي ساكته بزاف في الفيديوهات، وكتقولي لي علاش كتبقاي تسجلي الفيديوهات وعادش كتبقاي تهضري، حيت البنات راني ساكنه في الزنقه، راكم عارفين اللي كاين، ورا الزنقه مخلطه، وانا ما بغيتكمش شي نهار تسمعوا لي شي هضره خايبه ولا تسمعوا شي مصطلحات ماشي تالتكم، ما نبغيهاش البنات، نبغيكم دائما تسمعوا الكلام زوين وكلام مقطوع وكلام في شكل، الصراحه هادشي اللي نبغي البنات. ومرحبا بكم البنات، ومرحبا الف مرحبا، وسمعت في واحد الكومونت، قريت واحد الكومونت ديال واحد الدريه قالت لي سيري بركه ما تسعي في اليوتيوب، سيري بركه ما ديري هاد القناه اللي وحل كيدير القناه في اليوتيوب،
والله يا اختي علاش غنقول لك، والله يا اختي ما كانت على في يوتيوب حتى شي حاجه، درت القناه باش نخدم عليها ونحاول نطور منها ونحاول انني ياك ربي يستر ليا فيها، علاش لا؟ حتى انا مني من قاعد في اليوتيوبرز المشهورين مالهم، حتى هما بداو من شي حاجه بسيطه وربي يستر ليهم الامور. وما عمرك اختي تقولي بحال هكذا، راه اليوم عندي وغدا عندك، الدنيا راه دواره، راه الواحد كيكون عنده حتى كيصبح ما عنده حتى شي حاجه. والله العظيم الا قريت داك التعليق ديالها بقى فيا الحال، وانا نقول شوفي انا ما قلت لها حتى شي حاجه، ما قلت لها عطيني فلوس، ما قلت لها شي حاجه، انا غير عاودت لهم على انني جوج ديال اليوتيوبرز مشهورين، قصدتهم ووعدوني وما داروا حتى شي حاجه، وعرفوني حالتي وعرفوا كل شيء. اذا كانوا باغيين يعطيوني الفلوس وانا ما عنديش، اذا كانوا باغيين يدعموني بالفلوس وانا ما عنديش الفلوس، حيت ربي اللي عان بيا. صافي انا عاودت لكم واحد المشكل وقالت لك سيري بركه كذا كذا كذا. ايه واش نقول لك، قالوا لي ما تبقاش شدي التعاليق، الا جيتي تدلني على التعاليق راه تمرضي، راه كاين شي يوتيوبر راه مساكن راه مرضو في ثانيه بالتعاليق. لا بالعكس اني ما مرضتش بالتعاليق، بالعكس البنات عرفتي اش كيوقع لي دابا، هاد البلاصه ديال البلاصه اللي مصايبه بالقبص، القبص اسميتو تلفت الجير، كتكحل ليا مع داك الاتاي وداك الشيء، كنكب فيها جافي شو جافي كبيت دابا في غير قاد، وملي غنسالي هاد الشيء كامل غادي نحكو غادي يرجع كيش عندك البلاصه رجع كتشعل ليا. وبغيت ندير حاجه لديك البلاصه اللي كيبان فيها داك الكونتر بلاكي عقداتني، واني ما عرفتش شنو غندير، والله ما عرفت اش غندير، غنصبر وصافي تيحن عليا الله، ولا ندير لهم دوك قالوا لي بنات واحد اللعيبات كيلصقوا، ما عنديش دابا نهار يكون عندي ان شاء الله غنسول عليهم وغنلصقهم، ولو يحسنوا يا رب ظهر شويه ديال ديك البلاصه بعد لما نديروها ما علينا بالصبر. هذا ما كان البنات، واحد الكوكو حتى هي خصني نمشي نهض ليها نحكو تفسخات الشتا دابا وهي تبان ليا، نوض شي نهار دابا بشي حكه ديال زهر الكريمنيت، ندير لكم شي فيديو وانا كنغسل وانا كنحك في المعينات ديالي ان شاء الله، خصها الخاطري هنا ليا البنات، راه باقي خاطري ما هانيش من جيني تراجع راكم عارفين اللي كاين، خصو غير تلقاو سراحو بعدا ويحن الله. هادشي اللي كنتمنى، من غير هادشي ما بغيت والو من الدنيا، انا ما باغا والو، باغا راحة البال وخبيز وكاس ديال اتاي صافي، هادي الدنيا هادي راه طلبتها كثيرة كاع، الواحد يبغي راحة البال صافي، من غير هادشي ما بغينا حتى شي حاجة. والبنات المهم الانستغرام ديالي راه كنلوحو ليكم في المونتاج، المهم الزو دخلو عدي الانستغرام الفيسبوك اللي بغات تواصل معايا، وشحال من حاجة الانستغرام ديالي على ما نولي نعرف كيفاش نلوحو في صندوق الوصف، حيت باقي ما عرفتش راه يلاه كنتعلم وصافي، هذا غنعاود نعرف كيفاش نلوحو، راه غنلوح ليكم في صندوق الوصف ان شاء الله. اولا اللي بغات تواصل معايا في الرقم اللي في الواتساب راني كنحطو بعض المرات، بعض المرات كنحط الرقم ديال الواتساب اللي بغات تواصل معايا ولا شي حاجه. وراكم عزاز وغاليين، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي وديروا لي شي تعليق يكونوا زوين، ما ديروش لي شي تعليق اللي غادي تقدروا يطيحوني، شجعوني ولو غاب كلمه زوينه، ولو غاب الله يسهل عليك الدنيا، راه هذيك الكلمه كتخليني نفرح وكنزيد نفكر كيفاش نبقى مستمره في اليوتيوب وكيفاش نعطي وكيفاش نوصل لديك 4000 ساعه، وكنتحارب باش نوصل لديك 4000 ساعه. الله يجزيكم بخير، ما تخلاوش عليا في هذه المرحله حيت بصح محتاجاكم وربي اللي عالم بيا. وشكرا بزاف لكاع البنات اللي كيتبعوني واللي قالوا لي ما غاديش نتخلاو عليك هذا الشيء، تكملي المهم داكشي كنتي كتحلمي به ان شاء الله، وتفعل لك القناه ديالك ان شاء الله. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وراكم عزاز والله العظيم، حتى عندي واحد عندي صراحه بغيت نوصل لكم بان انا محظوظه، والله حتى انا محظوظه حيت عرفت ناس بحالكم، ومازال كنعرف ناس بحالكم، محظوظه حيت كنعرف اخوات محترمات كيهضروا معايا كيتواصلوا معايا كينصحوني شحال من حاجه، شكرا بزاف. وتعرفت على امهات، امهات اللي قال لي حسبينا حنا الوالدات ديالك، حنا الامهات ديالك، عيطي لينا ماما، عيطي لي خالتي، شكرا بزاف لكم، وراكم عزاز وغاليين، عمركم غتنساو ليا، وان شاء الله هذا اليوتيوب هذا ان شاء الله تكون معرفة خير ان شاء الله مع بعضياتنا، وعلاش لا نتلاقاو ان شاء الله، وكل شيء كل شيء باذن الله ان شاء الله. البنات شكرا بزاف لكاع اللي كيسولوا فيا واللي واقفين معايا واللي كيشاركوا القنوات اللي كيشاركوا الفيديوهات ديال القنوات ديالهم، وكنشكر بزاف حسناء ام هبه، كنشكرها بزاف ان شاء الله، باقي غادي لها شي فيديو خاص بها ان شاء الله، حسناء ام هبه وسميتو، ونحاول يسر ابني مسكين، حتى هو واحد الانسان اللي شكرا بزاف اللي عاونوني وبارطاجوا لي القناه ديالي عندهم في المنتدى ديالهم، واختي ام هبه حسناء ام هبه تاني كنشكرها بزاف، ان شاء الله غندير شي فيديو خاص ليهم وغنشكرهم ان شاء الله.
وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو البنات ديالنا، ماشي كنوصل لنهايته، انا بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تفضلوا الفيديوهات ديالي وتشاهدوهم حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوش ليا دوك لي كومونتير زوينين ديالكم باش تشجعوني، والدعوات ديالكم للراجل ان شاء الله، والدعوات ديالكم ليا ان شاء الله انا اللي توصل لي القناه وتفعل لي ان شاء الله، وتا ان شاء الله ندعي معكم اللي باغي شي دريه صالحه الله يعطيها لها يا ربي، واللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها، وراكم عزاز وغاليين وراكم في القلب ان شاء الله البنات، ما عمركم تقلقوا لا مالكم شي حاجه، ربي راه كاع ما يخيب العباد ديالو، وما حدو خلقنا الا وقاد بينا ان شاء الله. واش غنقول لكم هذا الغداء البسيط انا وبنتي شويه ديال اللوبيا، حيت راكم عارفين الخاطر ما كاينش، الله تبارك الله البنات ما كليش على خاطري، والله خاطر ما كاينش البنات، واو خاطر ما كاينش، راكم عارفين ربي اللي عالم بيا، راجلك ما كاينش حداك، ولو انا راجلك كاع تقولي ما كيخدمش ولا مثلا ما كيصرفش عليك، ولكن لا دايما الراس المغطي ماشي بحال راس العريان، دايما الراجل كيكون لعب دور في الدار، واخا ما كيكونش كاع عنده شي منفعه ولا تكون عنده شي منفعه، دايما الراجل كيكون في سميتو وكيكون في الدار بصراحه كيلعب دور الصراحه، شحال من حاجه تقدر دابا بحال دابا انا البنات انا ساكنه هنايا، دابا ما كاينش راجل يقدر يجي شي واحد يبغي يدخل عليا، يقدر شحال من حاجه ما عرفتوش، كاين البنات راكم عارفين الوحده كتكون بوحدها، شحال من واحد يبغي يدخلوا عليها يصحابو عندها شي حاجه يبغوا يشفروا عليها ولا شي حاجه، ايوا هذا مكان البنات، وما نتغدى الغديوه ديالي الصراحه، غير تغديت البنات الغديوه ديالي وانا نخرج الصراحه، خرجت شي تاني كنتحارب وكنقلب ونسول هنا ونسول هنا ونسول هنا، البارحه البنات ديت ليه الماكله ما بغاوش يشدوها من عندي، ديت ليه واحد القرعه تاع المواد ديال 4 دراهم وواحد بوكاديوس ب5 دراهم هي 180، ديت ليه واحد جاكيطه عطي ما بغاوش يشدو من عندي، خدام عندي هذاك بوكاديوس وبقى كيغوت وحالته حاله، قلت ليه مالك الشافع بشويه راني بغيت نسول انا راني مريضه الشاف، يا ربي اللي عالم بيه، قلت انا هاد البلاصه، قلت انا هاد الراجل هاد البلاصه اللي انا ساكنه فيها حتى كتصحابك الزنقه، راه زنقه فين ساكنه، وين راه كنخلص الكرا ديالها، راه كنخلص 6000 ريال ديال الكرا ديالها، راه كنخلص الكرا ماشي فابو ولا شي حاجه، ايوا هذا ما كان البنات غنقول لكم، قال لك ما يحكولك ظهرك غير ظفرك، وكل شيء باذن الله والحمد لله، اي حاجه مكتوب علينا الله خصنا نعيشوها، كما قلت لكم في الاول الفيديو كما مكتوب لنا الله غادي نعيشو، هنا قالت لي بنتي الغراف راه موسخه، ماما قالت لي عندك تكبي فيه كنت غنشرب الوسخ، قالت لي ماما هذا الغراف راه ما نقيش حيدي وجيبي شي كاس اخر، صافي مشيت جبت كاس، اصلا ما عنديش البنات غراف حتى نديرو نشري شي غراف، لا سهل عليا الله ما عنديش غراف كنشربو في كاس، ما كنشربو والله ما كنقنعو، راكم عارفين خاص يكون غراف كبير باش تشربي على خاطرك، كنشربوها في كويس ومتفتفين وحالتنا حاله، ايوا هذا ما كان البنات، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وما تنساوش ديال سكسبرايب ولا اش كيقولوا ليها، تلفاتني بنتي سكسبرايب ولا اش كيقولوا ليها، المهم تفعيل الجرس بنتي يا سبيت وليت كنتلف البنات باش نقولها، تفعلوا الجرس ما تنساوش تفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع العائلات ديالكم، وديروا لي جيميل البنات الله يجازيكم بخير، بركه من ديزلايك راه حشومه عليكم كطيحوني بزاف، وانا كنتعب على الفيديوهات ديالي، وانتم عارفين انني ما عنديش شي حاجه اللي غنوريكم نصور لكم شي حاجه اللي خياليه، وانتم كديروا ديزلايك علاش، اشنو فيها درتي لايك اش خاسره، علاش كديري ديزلايك اختي علاش، واش انت كتعرفيني وما بحاملانيش اولا ما بغيتينيش انني نطلع اولا ما عرفتش، هادشي اللي بغيت نفهم، المهم خوتي تهلاو في راسكم وما تنساوش تبقاو دائما مع لاله دنيا. Thank you.